السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الاسد. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. طيب قول ورايا الدعاء الحلو ده: اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي ويسر امري وارحم ضعفي وقله حيلتي. يا رب الدعاء ده يدخل على قلبك على طول وربنا يستجيب لي، وان شاء الله باذن الله تلاقي كل اللي انت محتاج تعرفه او محتاج تلاقيه الفتره اللي جايه. يلا بينا بقى نشوف قراءتنا مستخبي لنا ايه وايه التبشرات اللي عندنا من كل حاجه، ونقول بسم الله يا برج الاسد الفتره دي. زي ما قلت بالظبط، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجه، انتوا عندكم طاقه من ساسكم لراسكم، من صابع رجلكم لشعر راسكم. الطاقه بتاعتكم هتكون حلوه جدا جدا جدا، لان انتوا طال الانتظار في التغيير. اول حاجه عندكم حلم هيتحقق، والحلم اللي هيتحقق ده ممكن يكون زواج، ممكن يكون ارتباط، ممكن يكون سفر خارج المكان، لكن انتوا عليكم دين ومضغوطين، وبتقول الحمد لله على كل حاجه. الدين اللي عليكم ده تعبكم نفسيا ومخلي حياتكم مش مظبوطه، لكن ربنا مش ناسيكم، ومعنى كده ان الفتره اللي جايه هيكون في فرحه حلوه جدا، في عودة غايب عندكم، في تيسير حلو، في استقرار نفسي، الله أعلم. على كل الأحوال هيكون في تظبيط لأكتر من حاجة، لأن انتوا تعبتوا. طيب انتوا مستنيين انفراجات، مستنيين سعادة، مستنيين حاجة معينة، والحاجة المعينة دي هتحصل إن شاء الله بإذن الله. انتوا مش قادرين تفضلوا طول الوقت في صراع، مش قادرين طول الوقت تفضلوا تدفعوا التمن. انتوا حرفيا تعبانين مع الشريك، عندكم الشريك من ابراج ناريه، او الشريك عامه تعبكم نفسيا وجسديا وعمال يحطم فيكم. الشريك بيطلعكم للسماء مره واحده وينزلكم للارض في ثانيه، فانتوا مش فاهمين الشريك بيعمل ايه. انتوا عندكم حد نرجسي، وخدوا بالكم من الكلام ده وركزوا فيه، حد نرجسي، والحد النرجسي ده مش مريحكم في العاطفة. الماديات هتبدأ تتظبط معاكم بشكل إيجابي جدا، الماديات هترتاحوا فيها، لكن الحياة العاطفية انتم مازال بتدفعوا التمن. طيب انتوا عندكم حد اتجوز، او حد طعنكم، او حد أذيكم، في أمور معقداكم في تفكيره وفي أكتر من حاجة. طيب انتوا ليه مش عارفين تغيروا نفسكم، مش عارفين تقفوا؟ حرفيا الضربة اللي انتوا خدتوها اثرت عليكم واثرت على اكتر من حاجة في حياتكم، مخلياكم تعباكم نفسيا ومخلياكم مش عارفين تاخدوا القرار الصح. طيب خلاص هانت وهيبقى في انفراجات حلوة، او هانت وهيبقى في تيسير على اوضاع حلوة جدا في حياتكم. طيب انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني في تحسين الدخل، شغل لإما أرباح جايلكم، وفي سفر، هتسافروا وهتقعدوا قعدة جميلة وهتحسنوا أوضاعكم. الروحانيات بتاعتكم عالية جدا الفترة دي، قلبكم طيب جدا، بس طيبة القلب انتوا بتدفعوا تمن كل حاجة. طريقكم مفتوح، لكن انتوا حيرانين علشان حاسين انه مفيش حد جنبكم. انتوا ممكن تكونوا الناس كلها جنبكم، لكن انتوا حاسين ان انتوا لوحدكم، حاسين ان مفيش اي حد جنبكم. طيب في حد واقف في طريقكم، والحد اللي واقف في طريقكم ده عندكم مواجهة معاه الفترة اللي جاية، او هيتكلم معاكم باي شكل. البعض منكم حرفيا انتوا بتدفعوا تمن، او داخلين حرب، داخلين صراع، متضايقين، داخلين على مواجهة، الله اعلم. حاولوا على قد ما تقدروا الفترة دي ان انتوا تطلعوا من المواجهات اللي انتوا فيها والحرب. عندكم فرحة داخلة عليكم، وخلال الفرحة اللي داخلة عليكم دي في تقدم حلو. في اكتر من حاجة وجعاكم، عندكم شكلكم وجعكم، يعني مش شكلكم وجع، يعني حبوب في الجسم، في الوش، نظركم ضعيف، الله اعلم. عندكم شويه تعب، لكن في تحسن. انتوا بداتوا تحطوا رجل على رجل، بداتوا تبصوا ان انتوا لازم تستحقوا التقدير
وتستحقوا طاقة الخير، وعشان كده بدأت تشتروا وتشتغلوا وتعافروا وتجهدوا. وبالفعل البعض منكم اشترى هدوم او لسه هينزل يشتري هدوم ويبقى فيه خير، بس في حد غايب عنكم وقلبه وقلبكم انتوا واجعكم عليه، انتوا مستنيين ورقة تيجي وتفرحكم، او في ورقة فعلا صابرين تفرحكم. انتوا هيكون في بداية خير، بس في حد عندكم واقف ما بينه وما بين الارباح بتاعتكم، او في حد واقف لكم. انتوا اللي المنفصلين انتوا مستنيين طاقة او مستنيين انفراجات. عامة انتوا في تغيير حلو جدا في الحياة العاطفية، في تغيير يعني من السماء للارض حرفيا. طيب انتوا ليه حاسين ان انتوا وحدكم؟ حاسين ليه ان انتوا متعذبين الفترة دي؟ او حاسين ان انتوا محدش حاسس بيكم، ان انتوا محدش واقف معاكم، محدش بيسر لكم اموركم؟ في شوية قلق، في شوية توتر، في شوية خوف، في شوية وجع، في شوية امور منعكسة ليكم، الله اعلم. حرفيا حرفيا في خير قادم ليكم، او في طاقات ايجابية على جميع اوضاعكم. طيب في شخص مقرب ليكم، والشخص المقرب ليكم ده يعني انتوا بتحبوه جدا واديتوه كتير او اكرمتوه على حسابكم، ما عمل لكمش اي حاجة، اذاكم، لخبط لكم اموركم، انتوا حاسين ان البعض منكم متوتر تعبان، او انتوا حاسين بانه انتوا صابرين على حاجات ما ينفعش حد يصبر عليها، او بتستحملوا الضغط العصبي اللي فيكم ده علشان تعدوا. انتوا قاعدين في المكان اللي انتوا فيه وزعلانين على نفسكم، بتقولوا ده اخرة حياتنا، في حاجات كتيرة راحت منكم وما عرفتوش ترجعوها لحد الان. حرفيا حرفيا في تقدم خير، بس ما تقلقوش ما تقلقوش خالص، لان انتوا القلق تعبكم، في حاجة راحت منكم بتدوروا عليها ومش عارفين راحت فين، وعشان كده تايهين. انتوا حاليا مش طايقين نفسكم، حاليا عايزين تهاجروا وعايزين تمشوا، لازم تطلعوا من طاقة التفكير وطاقة الرجوع اللي عندكم، لان في حاجات حلوة كتيرة هتحصل لكم الايام اللي جاية، فانتوا حاولوا تستغلوا كل حاجة في حياتكم وتستمروا لطريق النجاح. كمان انتوا حاطين نفسكم في ازمة، حاطين نفسكم في وجع، حاطين نفسكم في مشاكل، وانتوا مالكمش اي ذنب، انتوا حاسين دي مش احسن الحالات بتاعتكم، انتوا بالكم مشغول في حاجة مأثرة عليكم ومأثرة على تفكيركم. في حد توفى عندكم وانتوا كنتوا بتحبوه قوي، او يعني حسيتوا بعد فراقه ان الدنيا سودة، الدنيا غيمة، في حاجة، في حد حرفيا توفى عندكم بس كنتوا بتحبوه جدا. طيب انتوا شايلين جبل فوق كتفكم، والحد امتى؟ قربوا من ربنا واقروا قرآن، هتلاقوا الامور اللي عندكم بدأت تتيسر. اركنوا كل حاجة مزعلاكم على جنب، شوفوا مصلحتكم، شوفوا حياتكم، وشوفوا الخير اللي عندكم، بلاش الكسل اللي انتوا فيه، وبلاش الطاقات اللي فيها امور يعني تعباكم. انتوا لازم تشتغلوا بكل مجهود في حياتكم، وفي كل انتوا محتاجين التفكير لشغلكم، مش محتاجين التفكير تضيعوه في حاجات فاضية. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا قاعدين مكانكم وبتفكروا كتير، والتفكير ده معرضكم للظلم ومعرضكم للوجع. طيب مين الشخص اللي عامل لكم بلوك، او بينكم وما بينه مشاكل على السوشيال ميديا؟ الله اعلم. انتوا في اكتر من حاجة عايزين تعملوها وساكتين وواقفين ومش عارفين تعملوا ايه، في حد مأثر على نفسيتكم لدرجة ان انتوا مش عارفين تناموا ولا عارفين ترتاحوا ولا عارفين تعملوا ايه. فيك مكالمة تليفون هتبقى بالليل، مكالمة التليفون دي انتوا هتشوفوها هتكونوا في قمة الفرحة، او انتوا مستنيينها من بدري، او في امور انتوا يعني مش مفهومة على حياتكم، لكن في تقدم حلو. طيب انتوا قدامكم اكتر من طريق، الطريق اللي قدامكم ده فيه خير، بس اوعوا تتخطوا اي مشكلة، لازم تصفحوا حساباتكم اول باول، لان لما تدخلوا على ايام جديدة تبقوا عارفين ايه اللي بيحصل معاكم. ماليا في تحسن، عاطفيا في تغيير جذري،
بس انتوا رابطين او متربطين او متكتفين، الله اعلم. انتوا حاسين ان انتوا خسرتوا اكتر من حاجة، والحاجات اللي انتوا خسرتوها دي مش سببكم انتوا، دي يعني ده حاجة من عند ربنا. انتوا مهما تعملوا انتوا مالكمش اي ذنب، فهدوا اعصابكم، ما تفضلوش تدفعوا طول الوقت تمن غلطات مش ذنبكم. كل حاجة انتوا عاملينها في نفسكم حاليا ملهاش اي ذنب، او مال يعني مش تخصكم اصلا. ارموا ارموا ورا ظهركم، ارموا الوجع اللي في حياتكم، في طاقات فرج على وضعكم، في تحسين الدخل، تحسين الوضع، تحسين طاقة الفرج عليكم. انتوا بتضيعوا تعبكم على ناس ما تستاهلش، بتضيعوا تعبكم او بتصرفوا او بتعملوا الله اعلم زي ما بتكونوا على حاجات ما تستاهلش اللي انتوا بتعملوه ده، وده غلط. ليه تخلوا مجهودكم يضيع؟ ليه تخلوا حياتكم تضيع بشكل انتوا ما يخصكم يعني ما لكمش اي ذنب فيه؟ خدوا بالكم من نفسكم، فكروا ودوا كل حاجة وقتها، مش يعني ما تدوش حاجة زيادة عن اللزوم. انتوا ما عارفينش تاخدوا القرار رغم ان عندكم اكتر من بداية لازم تستغلوها، وممكن يكون الهم اللي انتوا فيه ده بداية جديدة لحياتكم. انتوا مهما تكون الحياة جاية عليكم انتوا مش شايفين اي حاجة قدامكم، لان اللي مأثر عليكم تعبكم نفسيا ووجعكم باي شكل. طيب من الناحية العاطفية انتوا بيبقى في تقلب المزاج وفي وجع، بس في فرحة خير على ان شاء الله باذن الله في ارض بيتكم. طيب انتوا عندكم حل للوضع اللي انتوا فيه بسبب هتعملوا صلاة استخارة او هتعملوا حاجة تغير على مجرى حياتكم. دوروا على نفسكم، شوفوا مصلحتكم، محدش هينفعكم او محدش هيديكم حاجة، شايلين الهم انتوا لوحدكم. البعض منكم بيحصل بينه وما بين الشريك مشاكل على اتفه الاسباب، الشريك دايما مدخلكم في صراع او الشريك نرجسي. خدوا بالكم انتوا مستنيين فرصة ان انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه، فخلوا بالكم على حياتكم بكل الاوضاع بتاعتكم. في حد قلبكم كانت في علاقة في الماضي، والعلاقة اللي كانت في الماضي دي اتفرقتوا او حصل ما حصلش نصيب، لكن في قلب لحد الان بيحس، الله اعلم. انتوا بتدفعوا الثمن كبير علشان الشخص اللي في حياتكم يتغير، يديكم الحب، يديكم الحنان، لكن هو مفيش اي فايدة. انتوا بتدوا من غير اي مقابل، بتعملوا من غير اي تجديد، انتوا مش لاقيين اي حاجة بتحصل في حياتكم. انتوا عايزين الشخص اللي معاكم يتغير، لكن هو مفيش اي فايدة في حياته. انتوا الفترة دي حاسين ان انتوا لوحدكم، مش عارفين تتكلموا، مش عارفين تعملوا ايه، مش عارفين تستمروا، مش عارفين تبدأوا حياتكم ازاي. في ظلم واقع عليكم، لكن انتوا صابرين الفترة دي باكتر من حاجة، هتعملوا اكتر من حاجة على حياتكم، او هتحسنوا الاوضاع بتاعتكم الايام اللي جاية. انتوا حاليا بتقولوا احنا تعبنا، احنا خلاص انفجرنا من كتر اللي بيحصل في حياتنا. كلامكم انتوا اللي يعني انتوا كلامكم تعبكم، انتوا بالكم مشغول بالشخص اللي ظالمكم، مش عارفين تبداوا حياتكم الايام دي. انتم حد ضاغط عليكم، او في اشياء محطوطه عليكم وده مسبب لكم الهم، في حد مسيطر عليكم ومخليكم مش عارفين تبداوا اي حاجه في حياتكم من غيره. صابرين ومتحملين وساكتين، وما زال بتدفعوا الثمن. طب هتفضلوا امتى لحد امتى تدفعوا الثمن؟ خدوا بالكم من نفسكم، انتوا صابرين على التعب اللي انتوا فيه، صابرين على الخيانه، صابرين على الظلم، حاسين بحاجات كتيره جدا وجعاكم ومش عارفين تشتغلوا عليها ازاي. طيب انتوا تعبكم رايح حاضر على ناس ما تستاهلش، او تعبكم بمعنى صح مأثر عليكم وعامل لكم عراقيل. انتوا محسودين على حاجات كتيرة جدا، وعارفين ان انتوا محسودين والعين عليكم ومش عارفين تعملوا ايه.
الحسد مأثر عليكم بكل الأوضاع بتاعتكم، حتى انتوا مش عارفين ايه اللي بيحصل او ايه اللي يعني تعملوا ايه علشان تطلعوا من اللي انتوا فيه. تحسوا ان انتوا معمول لكم سحر واقف الحال، انتوا فرحتكم ما بتكملش، وحتى الفرحة لما بتيجي عليكم بتلاقي اكتر من حد ينكد عليكم. اغلبكم ما عندوش استقرار اصلا من الناحية العاطفية، حاسين ان عمركم بيجري ومش عارفين تبدأوا ولا تعملوا ايه. فخدوا بالكم من نفسكم علشان الوضع بتاعكم يتحسن. طيب، في تحسين دخل، تحسين نصيب، تحسين حظ، الله اعلم. الايام اللي جاية فيك اكتر من حاجة هتفرحكم. انتم في محاربة او في تغيير، انتوا حاطين حدود بينكم وما بين حد، والحدود دي فيها تغيير. انتوا عايزين تحافظوا على العلاقة اللي انتوا فيها، عايزين تحافظوا على الشخص اللي موجود في حياتكم. الشخص اللي معاكم مش حابب لكم خير ابدا، قالب الترابيزة عليكم او عامل لكم وجع، ودايما بيجيب بيقلب الترابيزة ودايما بيطلعكم انتوا اللي غلطانين، حتى لو انتوا مقتنعين ان انتوا مش غلطانين. ده شخص نرجسي، بتحاولوا تطوروا من نفسكم، بتحاولوا تغيروا من نفسكم، لكن القلب بينزف ومازال. طيب، انتوا حد يعني الشريك بيسمع له، عندكم حد الشريك بيسمع له، اهل الشريك، مين في اهل الشريك بيسمع له؟ انتوا عايزين تواجهوا، عايزين تطلعوا، عايزين تشوفوا الدنيا فيها ايه، عايزين تحطوا حدود لاكتر من حاجة. في ارتباط حلو او في استقرار نفسي انتوا بتطلبوا بالبداية الجديدة اللي على حياتكم، بتطلبوا التغيير على جميع اوضاعكم، عايزين تعيشوا حياتكم بهدوء واستقرار او بالامان. وده طبعا عامل لكم هنا مشكلة كبيرة جدا. ليه عامل لكم مشكلة؟ لان الوضع بتاعكم بيبقى راجع لورا، في زواج الفترة دي وفي امور مستجدة، في اكتر من علاقة فيها تحسين، بس في غلطة بتدفعوا ثمنها. في يعني دايما بتقعدوا مع حد بيحرق دمكم، ما بيقولكمش اللي بيحصل صح، بيأذي فيكم. شفتوا كتير واتأذيتوا كتير واتظلمتوا كتير، وعشان كده في اكتر من حاجة مضايقاكم. في حد عنده علاقة تانية او علاقة ثلاثية، او حد يعني في امور منعكسة، الله اعلم. خدوا بالكم من نفسكم وابعدوا عن الخيانة، لان في حد بيسلطكم تخونه، في حد بيسلطكم يعني بيسلط الشريك يأذيكم، والشريك مش فاهم اي حاجة. الشريك بيرمي ودنه او بوداني بمعنى اصح، عندكم حد بوداني، والحد اللي بوداني ده تعبكم نفسيا وجسديا، بيوجعكم. الفترة اللي جاية انتوا مش عارف يعني الفترة اللي جاية انتوا مش عارفين تاخدوا قرار، لكن هتعرفوا قيمة نفسكم بسبب حد هيقعد معاكم وهيتكلم معاكم، ومش هتسيبوا اي حد تاني يتحكم فيكم او يتكلم معاكم. لازم الفترة اللي جاية تكونوا اقوى حاجة في حياتكم، لازم تسيطروا على مشاعركم وتسيطروا على تفكير قلبكم وعقلكم. البعض منكم انتوا في طاقة انتظار، وطاقة الانتظار دي من الشريك، فالحالة القلق اللي عندكم والتوتر، انتوا حاسين ان انتوا فقدتوا او خسرتوا. الفترة اللي فاتت دي كان في مشاكل بينكم ما بين واحدة ست، او يعني حد في حياتكم، حصلت دروب، حصلت مشكلة، او انتوا عندكم مشكلة ومش عارفين تحكوا عنها ولا تتكلموا عنها، الله اعلم. انتوا الايام اللي جاية دي عمالين تراجعوا في اموركم، او هتراجعوا حرفيا اموركم. انتوا هتبدأوا تثقوا في نفسكم من جديد، هتبدأوا تاخدوا نفس وتهدوا خالص وتاخدوا قرارات صح، وهيبقى في اوضاع غير اللي انتوا فيها. انتوا عايزين تتواصلوا مع شخص، الشخص ده فعلا هيعلي من شأنكم. ما تخلوش اي حد يتدخل بينكم وبين الشريك، علشان مش حاس انتوا يعني في حد عايزين. انتوا دايما بتحلموا احلام بتزعجكم، احلامكم بتدل على ان انتوا في توتر وفي اذى. انتوا بدأتوا ان انتوا تهتموا بمشاعركم وتهتموا بالحياة بتاعتكم.
انتوا الفترة دي جواكم شوية قلق، شوية خوف، شوية وجع، شوية توتر، لكن بفضل ربنا في راحة نفسية، وهيبقى في فرصة حلوة ليكم انتوا في ارتباط او زواج. انتوا في يعني في تقدم، وزي ما قلت هيكون في ميزان عدالة ليكم، وميزان العدالة ده هيكون راجل كبير في السن. الراجل الكبير في السن ده بيحبكم جدا، وهيقف معاكم وهيساعدكم، وهيتعامل معاكم مع المواقف اللي بتحصل عندكم بهدوء، وهيبقى هيساعدكم ليه اكتر من حاجة. بس بلاش توتر، بلاش خوف، بلاش قلق، بلاش وجع نفسي وجسدي. ما تضيعوش اي حد من ايدكم بسهولة. انتوا هتفضلوا طول الوقت تعبانين بسبب الطاقات اللي بتحصل عندكم، في شوية تردد، وفي حاجات انتوا مش عارفين تعملوا فيها ايه. فخلال فترة معينة هيكون في خبرين، والخبرين دول هيفرحوكم قوي. وارموا ورا ظهركم الماضي، علشان الماضي سيطر عليكم. انتوا دلوقتي هترموا حاجات كتيرة جدا من حياتكم، وهتركزوا على مستقبلكم، وبعد كده هيرجع لكم الشخص اللي بيأذي فيكم حاليا، وهترموه من ورا ظهركم، لان هو اصلا حاسس ان انتوا مش هتكونوا اي حاجة من غيره، لكن انتوا هتثبتوا له العكس، هتثبتوا ان انتوا بتعافروا وبتجهدوا ووصلتوا للهدف من غير الشخص ده. هتشوفوا حياتكم، هتشوفوا شغلكم، هتشوفوا مستقبلكم، هتشوفوا اموركم عندكم. في اكتر من حاجة حلوة هتحصل عندكم الايام اللي جاية وهتفرحكم. بداية الفترة اللي جاية دي هتكون بداية قوية جدا ليكم، لان هيكون في دعم، وهيكون في اكتر من ايد هتتمد لكم وهتساعدكم. انتوا هترتاحوا الايام اللي جاية، راحة، استقرار، طريق ما هينشق قدامكم وهيكون خير. انتوا طالبين المساعدة من ربنا، في حد هيتعاطف عليكم وهيقف معاكم، او بمعنى اصح هيسمعكم وهيتكلم معاكم. بعد كده انتوا هتحسوا انه في امور مختلفة، في طاقات مش واضحة، الله اعلم. انتوا اقوياء جدا الفترة اللي جاية، بثبت رجل او بثبت وجود في اكتر من حاجة هتعملوها، في اكتر من مكسب مالي، فما تضيعوش حظكم في ايدكم. في فلوس جايه لكم، او في مستحقات هتستاهلوها الفتره دي، في اكتر من حاجه حلوه بتفرحكم، لكن انتوا في شويه وجع مقصر عليكم. في ربح حلو جدا، البعض منكم هيكون عنده شغل اضافي، الشغل الاضافي ده هيحسن دخله، حرفيا هيحسن الدخل بتاعكم. انتوا هتكونوا مرتاحين الفترة دي من ناحية الماديات والعاطفة، زي ما قلت تغيير جذري، لان انتوا هتستشيروا ربنا وهتقولوا احنا لينا رب كريم، مش اكتر ولا اقل. انتوا بتحلموا بالتغيير، والتغيير ده هيكون فرج ليكم، وهيكون خير بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. هيكون فيه مصطلحات حلوة جدا، وهيكون فيه طاقات فرج. الايام اللي جاية دي هتكون ايام حلوة، حاولوا تستفيدوا بها، وحاولوا تغيروا من حياتكم، وارموا ورا ظهركم. انتوا ليكم فرحة عند ربنا، والفرحة اللي عند ربنا دي حلوة جدا جدا. انتوا عندكم كمية نشاط، عندكم كمية تفاؤل، انتوا بتوزعوا تفاؤل ونشاط على اللي حواليكم، لكن مفيش حد بيرد لكم اللي انتوا بتعملوه، وعشان كده انتوا هترموا ورا ظهركم ومش هتركزوا مع اي حد في حياتكم. فان شاء الله باذن الله خلال ايام معدودة هتثبتوا رجلكم على الارض الصلبة، وهتحسنوا الاوضاع بتاعتكم او الدخل بتاعكم، او هتكونوا ناويين على اكتر من تغيير، لان التقدم اللي عندكم بشكل كبير جدا مفتوح وبشكل ايجابي، هيفرح اوضاعكم وهيحسن الدخل بتاعكم. وان شاء الله باذن الله كلها ايام، وتثبتوا رجلكم على الارض الصلبة، علشان الارض الصلبة دي مش هتتهز تاني. انتوا تهزيتوا كتير واتوجعتوا كتير ودفعتوا التمن كتير، فحان الوقت ان اللي اذوكم هم اللي يدفعوا التمن في التعب اللي انتوا فيه. وانتوا واثقين في نفسكم، واثقين في كل خطوة انتوا بتخطوها الفترة دي حرفيا. اتمنى لكم كل ما هو جميل، اتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل وجميع الراحة يا حبايب قلبي. تحياتي ليكم، وانتظروا مني قراءات جديدة الفترة اللي جايه.